وآخر ما كان فيه أنه قال اللهم الرفيق الأعلى. قالت عائشة فعلمت أنه يخير، أنه عليه الصلاة والسلام أنه ماذا؟ أنه يخير. فقال اللهم الرفيق الأعلى. قيل ما المقصود بالرفيق الأعلى؟ هل هو الله عز وجل؟ هل هم الملائكة؟ هل هم الأنبياء؟ هل المقصود بها الجنة؟ قيل الأقرب والعلم عند الله الذين ذكروا في سورة النساء، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقة. فكانت هذه آخر كلمة، فرفع يده وقال اللهم الرفيق الأعلى، ثم أنزلها عليه الصلاة والسلام ولم يرفعها بعد ذلك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. في تلك اللحظات الناس كانوا على طرائق، منهم من دهش واختلط جن في تلك اللحظة، ومنهم من لم تحمله ساقاه شلة، ومنهم من أبكم فما استطاع أن يتكلم، ومنهم من أشهر سيفه وقال إنما ذهب ليلقى ربه وسيعود وسيضرب أعناق رجال ونساء يقولون أنه مات عليه الصلاة والسلام. وكان ممن قال ذلك عمر رضي الله عنه وأرضاه. في تلك اللحظات وقال أبو العتاهية واصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرأة غير مخلد، هي نواب تكون وتكشف في غد، وإذا أصبت بمصيبة ومصابها فاذكر مصابك بالنبي محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، وهي أعظم مصيبة ورزي يوم بعدها هين أعظم المصيبة. ولذلك النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم قال وإن نزل بك المصيبة فتجلد لها فإنك لن تصاب بأعظم مني مصيبة عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما دخلوا على أم أيمن أبو بكر وعمر فبكت، قالوا إنما عند الله خير، قالت والله ما أبكي ذلك لكن أبكي انقطاع الوحي بين السماء والأرض. ولذلك قال حسان غيبوا حلما وعلما وعاد والنبي ليس بينهم عليه الصلاة والسلام، من شدة ما أصابهم من ذلك الكرب، من جن ومن أبكم ومن شل ومن أخذ يقول إن النبي لم يمت وأنه سيرجع. قال عمر والله، تقول عائشة قال عمر والله لقد قلتها موقنا بها، لأنهم ما تخيلوا أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يغيب عنهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كما مر معنا طوال هذا الكتاب ونحن نتكلم فيه. ولسان حالهم عجز القصيد وهده الإعياء، لما أراد مدحك الشعراء فالوجه بدر والسمات مليحة والنظم در والشفاه شفاء وله الحوض العظيم وكوثر وهو الشفيع إذ انتهى الشفعاء، ويوم فتح مكة لما نال رقابهم قال اذهبوا إذ أنتم الطلقاء عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فلما قدم أبو بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فوجده مسجا، فوضع يديه بين صدغيه أو قال بين ساعديه، والحديث فيه مقال، ثم قبله بين عينيه ثم قال ما أطيبك، طبت حيا وميتا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم خرج إليهم فقال على رسلك أيها الحالف، يقصد عمر لما قال والله اللي يقول إن النبي مات أنا أعلو بهذا السيف، قال على رسلك أيها الحالف. ثم صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات عليه الصلاة والسلام، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. ثم نزل فإذا بهم جميعا تسمع لهم نشيد، كلهم يبكون، أمات رسول الله يا خليفة رسول الله؟ قال نعم مات رسول الله. قال أيغسل رسول الله؟ ما يتوقعون أن هذا يحدث للنبي عليه الصلاة والسلام. قال نعم. أيصلى؟ قال نعم. يدفن الرسول؟ قالوا نعم. ما يتوقعون كل هذا أنه يحدث، ما توقعوا، أصابهم أمر وهم وغم عظيم، حتى أنهم جلسوا قالوا من يغسل رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال وبينما هم كذلك إذ وقعت
لحاهم على صدورهم من النوم، من حديث عائشة: وسمعوا صائحا يصيح في البيت فيقول: غسلوه في ملابسه. فقاموا فغسلوه في قميص عليه الصلاة والسلام، علي يسنده إلى ظهره وهو الذي يباشر غسله، والعباس وابنه الفضل وقثم يناولون الماء، وشقران وزيد وأسامة بن زيد يصبان الماء على النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك كفنوه في 3 أثواب سحولية، أو قالها سحولية. الضم يدل على أنها من القطن الخالص، والفتح يدل أنها بلدة في اليمن تصنع فيها هذه الأثواب. ثم كان أبو عبيدة من الذين يدفنون بمكة يشقون، وكان طلحة أبو طلحة من الذين يلحدون، فاختلفوا أن الحد للنبي أم نشق له عليه الصلاة والسلام، فاستخاروا الله في أول من يدخل هو الذي يباشر ذلك، فدخل أبو طلحة فلحدوا للنبي عليه الصلاة والسلام. ودفن النبي عليه الصلاة والسلام، ودخل عليه الناس أرسالا يصلون، وما أما أحدا في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن كان يدخل الناس أرسالا يصلون ويخرجون، يصلون ويخرجون، رجالا ونساء، كبارا وصغارا. وهذا هو من الأسباب التي أخرت دفن النبي عليه الصلاة والسلام، فقيل دفن في ليلة الثلاثاء، وهذا الذي اختاره الترمذي في كتابنا هذا، وقيل دفن في ليلة الأربعاء، وبه قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاه، وقيل إن جاء في الأحاديث الإسراع بالدفن، فلماذا تأخر النبي عليه الصلاة والسلام؟ قيل تأخر النبي صلى الله عليه وسلم لما أصاب الصحابة ممن شده ومن جنة ومن هم من أصابهم في تلك الفاجعة، وقيل هذا قول لعله ضعيف، وقيل القول الثاني لما كان من اجتماع السقيفة لمن يجعل بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل انقضى ذلك مبكرا، وهو قول ضعفه بعض أهل العلم، وقيل القول الثالث لما كان من أين يدفنونه أو كيف يغسلونها، قيل وهذا قول ضعيف، ولعل الأقوى أنه في القول الآخر الذي ذكرناه آنفا، أنه من صلاة الناس عليه أرسالا، وقد كانوا جماعات كثيرة، وكان ذلك يأخذ وقتا. وعلى كل حال فإنه لم يتأخر عن 48 ساعة، ولا يؤثر ذلك على جسده الشريف، كما قال أبو بكر: طبت حيا وميتا يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فلحد للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكان ممن دفنه علي والعباس وقثم والفضل رضي الله عن الصحابة أجمعين. وكان يقول المغيرة بن شعبة: أنا آخر من مس النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أني أسقطت خاتما لي فقلت إن خاتمي وقع، فقال: فنزلت إنما أريد أن أمس بشر النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر ذلك لعلي فقال: كذب، إن آخر من مس جسد النبي صلى الله عليه وسلم هو قثم، ذلك الذي يبلغ من العمر كما قلنا 10 سنوات، رضي الله عن الصحابة أجمعين. قالت عائشة: قالت: فما شعرنا إلا والمساح في تلك الليلة على ما قيل من ليلة الثلاثاء وليلة الأربعاء، فحفروا للنبي عليه الصلاة والسلام وألحدوه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأزالوا عليه التراب وأهالوا عليه التراب. فقالت فاطمة: أطابت نفوسكم أن تهيلوا على وجه رسول الله التراب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهي التي دخلت عليه في مرض موته صلى الله عليه وسلم، فسارها فبكت، ثم سارها فضحكت. فقالت لها عائشة: لماذا بكيت وضحكت؟ قالت: ما كنت فاشية سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد أن مات النبي عليه الصلاة والسلام قال: عزمت عليك ألا تخبريني. قالت: لقد سارني أنه خير وأنه يموت في مرضي هذا. ثم قال: أنت أول الناس لحاقا بي فبكيت. ثم قال: لا ترضي أن تكوني سيدة نساء العالمين؟ قال: فضحكت رضي الله عنها وأرضاها، وهي التي كانت تقول: وكرب أبتاه في مرضه، فكان النبي يقول لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم، ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام
قالت إلى جبريل ننعاه أجاب ربا دعاه إلى جنة الخلد مأواه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كانت هذه وفاته بأبيه وأمي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.